أهلا بكم هذه المرة من العاصمة القطرية الدوحة. كما تعودتم دائما قناة عمان الرياضية تواكب هذا الحدث الخليجي الأبرز بتغطية خاصة على مدى كل أيام هذه البطولة. نصفق له من يفوز بهمته نصفق. رئيس الاتحاد على سبيل المثال، الجمهور الصغير الكبير الكل الإعلامي ظهرت أسواق. نعم نهتف باسمه ونشجع وياه. محفل وعرس كروي راح نستمتع فيه، لانه في شكل، في هويه، في لعب كره قدم حقيقيه. خلينا اقول انا من وجهه نظري الشخصيه.